صف کرو درست اللہ تعالیٰ کرو خیر و عافیت اندر جائے بس معذرت کا مسلمان چھ پکن اس لیے تھوڑا میں پہ کی وقت انتظار کروں تو اگر کی مسلمان یم زن ونکس یت مجموعہ یہ تماش وچن تم پز کن تہ صورت اندر امہ انداز پن پان کرن پیش تم تہ پہ شامل گھن یہ تکبرس اندر یون گمنڈس اندر یون کس پز نہ یت تماش وچن بل پہ پز اسے نماز ادا کرن تہ استغفار کرن یم اور پکن چھ اگر تم تھوڑا جلدی پہمت کرن تاکہ یم انتدارس مسلمان چھ تمن وات نہ کن قسمک تکلیف پکو تھی برو گور پکو تھی برو الله أكبر اللهم بارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزل من وعليت
ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يفعل ما يريد، لا إله إلا أنت، اللهم أنت إله، اللهم أنت إله. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا من بلائك قبل ذلك. اللهم أسكنا، اللهم أسكنا، اللهم أسكنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، نافعا نافعا غير زار غير دار، مريا 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 مريا، نافعا غير زال، عاجلا غير عاجل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفرتك أوسأ من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء، ونعوذ بك من عذاب الأرض، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم مغفرتك أوسأ من ذنوبنا، اللهم مغفرتك أوسأ من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وذرياتنا من النار. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. أسقنا غيثا مغيثا، أسقنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. اللهم فزنا يا فياز من جميع البلايا والأمراض، اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأجسادنا وأبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، ونحن الضعفاء فقوينا، ونحن الضعفاء فقوينا، ونحن الفقراء فأغننا، ونحن الفقراء فأغننا، ونحن السائلون. اللهم أعطنا، اللهم أعطنا، اللهم أعطنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والمال والأهل والبدن. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا. وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا. وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا. وافتح لنا وافتح لهم فتحا كريما. وعقلا كاملا وعلما نافعا. وعقلا كاملا وعلما نافعا. وعملا متكبلا. وعملا متكبلا. وعملا متكبلا. ودعاءنا ودعاءنا ودعاءنا. اللهم اشفنا واشف امراض المسلمين. اللهم اشفنا اشف امراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف امراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف امراض السائلين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. اللهم اشفنا واشف امراض الغائبين. اللهم احفظنا بالاسلام قائما. اللهم احفظنا بالاسلام قائما. واحفظنا بالاسلام قائدا. واحفظنا بالاسلام قائدا. وحفظنا بالإسلام راقيا. وحفظنا بالإسلام راقيا. ولا تشفت بنا عدو ولا أعزنا. ولا تشفت بنا عدو ولا أعزنا. الله حاسبنا عذاب يزيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا. واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسكنا غيثا مغيثا. اللهم أسكنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم